منصة مليانة بالكليب ما شاء الله، فما كل كليب من عشبة ما ناس سيبنا هنا ولا لا. عسلامة، فما شكون هوني؟ اي لا لا تيخا قبل احنا نصوروا بالكاميرا. احنا برنامج القفة. مرحبا بيكم. احنا وين مدام توفين؟ فانا سيدي فتح الله. شنو سيدي فتح الله. سيدي فتح الله البلاصة هذيا. اي منطقة جبل جبول. فانا جبل بالحق في جبل رانا. اي هذيا جبل. كانت جبانة قبل. شنو هي؟ كانت جبانة قبل. هذي كانت جبانة قبل. كانت جبانة قبل. تاع الفرنسيز يفنين فيها والكل. ولي منك لجبل، احناك جبل. هذيا جبل هذيا قصته قصة معايا. كل ما تصب المطر ها هو حد لهنا. هذيا كلها طاح علينا. شنو طاح سكرت علينا الدنيا، كل ما يصب مطر يطيح علينا، مره طاح علينا بحجر والكل، جات الحمايه خرجتنا من الدار. على صارت لكم عمليه انقاذ؟ منعتنا الحمايه قالت لنا في ايش سكنه ما عادش تسكنوا فيها. عندك صغيرات؟ عندي زوز اولاد وبنيه. زوز اولاد؟ زوز اولاد الكامة باباهم ميت. على انت ماخذه هذيا رجل ثاني؟ رجل ثاني جايبه منه طفله بنتي هذيا. معاقه ربي يفضل. اش بها لبسها؟ عندها ثلاثه نقب في القلب، عندها عرق مزدوج. ثلاثة نقب في القلب. سدوا زوز بقت واحدة يلزمها عملية، وعندها عرق في المزدوج، وعندها الفون، وعندها ايديها هذي معاقة. تروح ندخل تروح ندخل. عسلامة عسلامة لاباس؟ مش مصدق والله. شنو مش مصدقين والله. مش مصدقين والله. صدقنا نبدو نتفرجوا في التلفزه فيكم، نبدو نعملوا يا رب نتعمل 20 نهار وهذا الزينه ما حسنين يعني وضعيتنا شو قال عبي ريت انا نسكن لهنا هاي خوتي عابط حتى واحد ما يعرف لينا نسكن في الحاله هيك. خاطي يقول لك حاجه حتى واحنا توا طالعين قالوا لنا فين ميسين فما حتى حد لفوق. اي صدقني برشا ما يعرفوناش. احنا عايشين مزيان غير بالموتى ترى وريني ترى نشوف بالموتى. ايش عزيزتي؟ ايش عزيزتي؟ شو اسمك انت؟ قولي شو اسمك يا مزيانة؟ ميسا. شو اسمك انت؟ بالذات ما تتكلمش بالكدا خاطر الفون. اسمك ميسا انت؟ ما احليك يا ميسا وانا قدكش مزيانة. ما احليها عزيزتي ما بالنا. وكل شعر ما احليه وكل زين ما زينو. حل فمك مسومة ريت الفون مدام. اي فهمتك. عندها يدا هذي ما تشد بها شيء. هذي يا هذي يا لطيف يا لطيف. جريت في القصاب جريت تو بلا حي. اش قالوا لك معناها؟ ما احنا يلزمها كيني ولا ما نقدرش حكيني. ما نقدرش. حد ما يخدم انتم؟ انا كنت نخدم عندي الصبة. رديت قاعد لقيت شوي شوي دابز صبيح حتى من بعد شقون فطر نخرج نخدم كتب شهر. وقداش مرة يشدوني البوليسية وقداش مرة يشدوني البوليسية ما نخدمش ما ناكلش ما نخدمش ما نجمش نعيش هذيا. هذيا تبي بحاكم عليا كل يوم أربع كعبات ياغورت. ما تنجمش حتى شيء ما تنجم تاكل ولي تاكل وتغص بيه. ينجم يتقطع لي وقداش مرة يتقطع لي. بنتي معروفة حتى في باب سعدوه حتى السوشي قاد كل مو الطب وكل ما فماش واحد ما يعرفهاش بنتي. ما كنتش نصورها هنا ذي باش تعيش لي جنب. أنا تعدت عليا فترة لهنا أنا شتي تجبد لهنا داري كلها سقف تقطر كلها. هذوكم أولاد مرتي هما أنا متكفل بهم بهم الله يرحمه أنا متكفل بهم أنا مربيهم. هذوكم أولادي ما عنديش حتى ربعهم زي الماء لا ضوء. نشوف الظروف. الضوء عطيني جارنا خيط يرحم والديه. الماء نعبي من عند الجيران. كتصب المطر نفرح خاطر نعبي الماء برشا باش نجم نغسل حوايج ولادي ونجم ننظف لولادي. عاشك يا غيرك؟ الحمد لله. ساعات كي نشوف حالات في التلفزه نحمد ربي ونشكره. نتسمى عايشه خير واحسن خير واقل والحمد لله. الحمد لله يا ربي. نحمد ربي ونشكره. بنتي هذيك انا حاكمين عليها يعني ما لازمش تسكن في دار فيها ندي. مش نحكي لك كي نبدا راكدين في الليل تبدا الفيران والجرابة ترقص علينا. شنو؟ الفيران والجرابة. بنتي هذيك مرة هي شو تاخذوا مع الفيران والجرابة؟ كو جبل. بنتي هذيا هي راقدة شديت عليها الحنش. الحنش كان ما خلطناش عليه باش ياكل يعني سي باش يحفظها باش من قوة الحرارة نقص في ساعة جبدته ما يهمنيش في روحي سي ننقذ بنتي وكا هاو. تجربوه عنده بلاصته. شنو عنده بلاصته؟ يسكن معانا يسكن معانا فيرين؟
وجريبة وحنوشة وحنوشة وداري تحرقت زاد. هذيك تعاني يعني، هذيك في الليل تعاني فيها نزلها في يديها وفي ساكها مرتك. هاك ها ما سيدي ها ما عنديش مزية، أقسم بالله العظيم إلا عندي مزية. مرتي تبدأ تخدم في الديار، أنا من دور ما نلقاش أقسم بالله يلزم مرتي تروح تلقى المعون مغسول. تلقيها بالله هاي مرة هبطوا علينا وليد يسخيلونا لبس علينا ولا شنو. أنا نحكي لكش وقت اللي دخلوا قوا بهتي قلت غدو مشي جابوا لي قفة وزي معنى دقيقة تستني صدقني معنى جاوب شي سرقونا جاوب شي سرقونا اي وقت اللي تخلى هو شافك الحال يعمل لهم مش بيكم احنا نورمال انتوما صدقني من غدو جابوا لي قف قسما بالله من غدو جابوا لي قف سرق يوصل حشم على روحه من كثرة ما حشم على وفي رطب شي هز من عندكم جاب لكم قفة جاب لي قفة من غدو والله أي. سبحان الله ولا اله الا الله من غدو جاب لي قفة بالحق والله سرق ولد اصل معناها سرقني كمل نمشي معاك هذو شو هما؟ مثال تنكت تصب علينا من غادي ولدي راقب البارح راني كسرت علينا مثال طلعت دبش وقال حطيت تبعني ورقدت بحالي هكا ليله كامله تروح دوا قلبك دم على شنو؟ قلبي دم على وليدي وعلى بنتي فينا ما عادش سيء خذيت وقتي وما عادش ما بنتي وولادي هما اللي عايزيني ولدي ما عجبش زهر بهم مات بنتي مريضه ما قدرتش حتى نحب حتى يدها على قليله العمليات الاخرين ما يقلقوش بعد الكورونا تو بالشاب ما نحبها تتحرك نحبها تعمل عمل قلت البارح جابت لنا جارتنا طرف سلطه خضراء كليتها صدقني باش تموت بنتي وحلت لها فك النقطه تاع فمها ما خرجنا هيلها باش نهزل الهلال الاحمر ما عنديش ما نكذبش لازم ماكله سبيسيال لا ما تاكلش لا تاكل اما اكل حشيش والكيك لا ماذا بها ديما كعبه بنان وكعبه تفاح يترحاو وتاكل هذاك اللي ساعدها حاجات اخرى لا قد عمرك؟ عمري 13 تقرا؟ تعلم في الصالة وعلمكم عليك تقرأ يخدم علينا مدام هيلة شو الطفل هذا اللي عمره 13 سنة يخدم عليكم بشتك جمع فيها 30 ألف كي خلص يجبين كل يوم يبقى مشي يشري كوش واحد في الوقت هذاك يخدم علي أنا وأخواته يعمل في بوم يسالش يخدم ويجيب لي 30 ألف اللي خذ فيها بتاع الجمعة أمرك يشد برا بش يجيب الحليب ويجيب الكوش لأختي كنقول له ليه خبي خلي شري لك يعمل لي ليه لأمي أختي مريضة معناها كبر الطفل قبل وقته أولادي شيلوا الهم مع أمهم من صغرتهم شيلوا أي مش عارفينك صغيرة لا لا بالحق كي يبدأ ساعات نبدأ قاعدة أنا وياهم نحكي واليوم يا أخي إحنا مانيش انا نعذر فيك يا عملي امي ولا باش نغششك باش نطلع لك السكر اما امي علاش احنا ما عندناش بيت كيما الاولاد اولادي ما عندهمش اصحاب خاطر اصحابهم يعايروا فيهم اللي تسكنوا في الجبل اللي تسكنوا في جبينه فهمتني يابت اللوطة يرجع يبكي شبيك امي راهم يعملوا لي تلعبش معانا انت تسكن في جبل كي اصحابك يقولوا لك ما تلعبش معانا راك تسكن في جبل ولا راك تسكن في جبينه قلهم راهو جبل وجبينة خرجوا الرجال بهي انتي راجل انتي مدام كلهم تخدم على عائلتكم انتي راجل معناها ما عادش تستعار قلهم جبينة وجبل خرجوا مش خرجوا الرجال صحيتك عايش ولدي محليك ربي فضلك ما حزيت كانت تحكي فما نم نعرف وليدي من غدوة ما عادش حتى الباب باش يفوتوه عندك أسرار لازم هذاك علاش وليدي ما ينجمش إذا كان مش تحكي ما عادش وليدي يخرج من الباب حتى أنا ما عادش نخرج يخاف اللي عامل العيب اللي مش عامل عيب ما يخافش راهو احنا عندنا حومة ما ترحمش ما عندهاش رحمة ما يرحموش احنا تجيني عانيت لو واحد صدقني مرة جيني خليه يجي خذي عنا فهم يفرقوا كل يوم نبدأ نقرأ في القرآن نقول يا رب تبع في خلي شوفوا ظروفي ما تمدي هاي بقى ما تمدي احنا ديما نقول ربي بيتها في شيء صباحها في شيء والله العظيم اقسم بالله العظيم البرنامج جد وانا نقول له هاي الغالية خليك
ربي يخليك يعيشك ربي يخليك. يا الغالي ربي يخليك سيدي يعيشك. تعرضني في انت ولا مريم حتى مريم زاد يرحم ولدي يعيشك يعيشك. تبدا تعمل حكايات اقسم بالله تبدا دموعي لعيني وانا اضحك والله العظيم واحد الا والله قسما بالله. يلا لهنا يلا 8 سنين. قد ايه عندك 8 سنين هون؟ 8 سنين في الوضع هذا؟ في الوضع هذا في كل أمتار في الكوارث اللي صارت في الفيضانات اللي صاروا كنت عاملين بلاش ضو بعد جارنا يرحم والدي. معني فك في الفيضانات اللي تعدوا بتونس الكل انت سكنة هنا؟ صدقني انا التليفون يتسرق لي كان جاي موجود راني وريتك الفيضانات وريتك الحيوانات. بنتي هذيك وقت اللي خطوا بها للسبيطار تبي فكر لي قال ما شفتها فيها لك قال خاطر مادام بنتي خاطر ازماتيك بالفشفشات تمشي فهمتني قال لي ما عرفش نعطيها لك بنتك. قال لي مره جبتوها لي مخنوقه بالدخان مره جبتوها لي ما الضوء زعما ضربكم كل مره. قال لي مش نشوفوا الطفله ينعطوها للسواس نشوفوا عائله ولا حمايه الطفوله اي يا نشوفوا حد يتحايل معنا كانوا ينجموا يفكوا لك بنتك يفكوا على خاطر الظروف اللي انت عايشه فيها. الظروف خاطر الظروف معنا الظروف هذه كانت تنجم كانت تحرمك من بنتك تحرمني من بنتي ضيعيني هذيك يا ولدي للزوز هذا مغيا هذيك. ساعات نبدا نفركس في دار معنا ساعات نشوف حالات حتى صالح يقول لي ولا الاولاد عادل ولا تايلور يقولوا لي يا اخي شبيك علاش تتصعب في الديار؟ انت هو الفقر مكدس انت هو الفقر من هون والفقر من هذيك. فما فقر من فقر هذاك اش قلت انا؟ فما فقر من فقر فما فقر من فقر فما فقر من فقر فما فقر يتعدى اي وتولي ودخول يمكن يا سيدي بصحته بصحة بدن وينجم يلقى حل فما فقر ما يتعداش. اي فما فقر ما يتعدى فما فقر يتعدى فقر. انا اللي يقصب لي قلبي كنت فما صغير في الحكايه راهو الحمد لله. حيث ذاك يهبط التراب وكله يهبط ما ندخلوش. واش تعمل؟ هاني قلت لك نمشي للدار. ها؟ عندي ولادي يمشيوا لدارنا ولا دار الجيران. خرجهم بالتليفون. خرجهم بالضوء بالتليفون. ساعات بالحق. الحمد لله والله الحمد لله بالحق والله الحمد لله ولادي انتوا شنو كنتوا تضحكوا خاطر تعودنا خاطر تعودنا ما عندناش حتى شيء ما عندنا حتى حل ولا نشوفوا فيها حاجه عادية. كان يجي مسؤول ما نعرفش يعدي ربع علينا هنا زعما لازم يعدي ولا ما يعديهاش ربع من ما نصورش فوت ربع ساعه حتى الدراج ما يفوتش ها صدقني ما يفوتش ربع ساعه مش ربع علينا هات يدك يا عادل حرام عليك قد شمت. يا ميمو ما تنجم تطلع مو عانة صدقني مو عانة كل شيء يوصل أمورنا واسعة وخلينا خميت في لبسة العيد قلت احنا قادمين على العيد خلينا في العيد هذيا فمشكون مدنا هاي من عشك مش تجي قدهم ولا سينو بدلو هذي وهذي من عشك قد شكون يجي قد عمرها البنوتة؟ عمرها 4 سنين شوف لي حاجة متاع 4 سنين هاي 4 سنين جي هذيا هاي هذيا تهبل محلي هذيا ظلو جي صالح هذيا مزيانة الحاج الله يرحم والدين والديه وربي يبارك له وربي ينصره خاطر مقرر الظروف هو يمكن ما شافش الظروف اما عطا فيكم انتم الثقه وانتم الله يرحم والدين والديه ربي يرحم والديك اقسم بالله ربي حبيت نسالك سؤال اللي تعدى عليك في حياتك اللي تعدى عليك في حياتك الكل قصه وفيلم باهي فيلم كان يعمل اللي حكيته لي قدام الكاميرا واللي ما نسمتش تحكيه لي قدام الكاميرا فما حديث ما يدخلش قدام الكاميرا تستخايل انه نهار يتعود على بنتك؟ لا ماذا بيا لا حب بنتي وولادي يعيشوا في ظروف من خير من اللي عشتها انا ما لقيتش شكون ينصحك؟ لا ما لقيتش شكون يقول لك هذه ليه وهذه ليه؟ لا
وهذا عيب وهذا حرام، لقيت حتى حد. فماش كان خير شكون نصحني ما نوصلش انا للحاله هذه. كي بداو الاولياء واقفين حتى ما يخوفوا، ما يخوفش حتى شي، ما يخوف. هذيا مرأة جات اسمها هودة بن نصر، قالت على رحمة مراد بن نصر خوها ربي يرحمه وينعمه، الله يرحمه وينعمه، وربي يفضلك ما عندك، ربي يفضلك العزيز عليك، ربي يرحمه خايك، الله يرحمه. هذيا فما مرأة جاتني للسونتر دو كوفور، بدت لي هذوما، قالت لي اعطيهم. نعرف حتى شكون المرأة ما شفتهاش. الله يرحم والدين والدك. خليه عندك. الشقاقة نمر خمسة، الشقاقة الأخرى الشقاقات اللي وصلونا. هذول كل شقاقة فيها تقريبا 100,000 واحد من باب تجيبهم لنا. مشينا اليوم دورنا في السوق، دورنا في المرشي. عطاونا هدية. عطاونا قفة نتاع فلوس. ربي يبارك لهم. ربي يبارك لهم. قبيل عملنا طلة يظهر لي قرابة المليون. مليون و250. مليون و250. الله يبارك لهم. الله يبارك لهم. يظهر لي يساعدوا. الله يرحم والدين والدك. يعملوا حاجة ما يعملوش. يعمل. أول حاجة باش نعملها باش نمشي للكنين هزمتي للطبيب. ونعيط البنية شوف الدار كان نصبش حتى بيت بالحق بالحق مانيش نصرف منه حتى فرامك. مازال خير. هذا كريم 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 بعث لنا ماندا فيها 530,110 فرانك. الله يرحم والديك. حتى 110 فرانك موجودين عندنا صرا. الله يرحم والديك. الله يرحم. هذا 530,110 كريم بعثهم لنا كريم. ايمانتك وصلت. هذيا قيمة بأمريكا بعثتنا عبر البوستة 550,000. ربي يشد لك في صحتك وربي يرحم والديك لله. يرحم والديك. آه. يحلوا مشاكل يظهر لي. يحلوا. إماد منيس وصديق ونبيل 250,000. هذيا سلوى ملكيف، سلوى ملكيف ربي يرحم والديها. بعثت لنا برشا فلوس. يحلوا لنا جناحنا يحلوا. بعثت لنا 5,000,000 هذوما، هذيا أول مليون منهم. 5,000,000 هذا أول مليون منهم. إن شاء الله ربي يفتح عليها ويسترها. كم حطوني؟ ربي بقي الستر. داري. صدقني يا هلا داري. بالحق صدقني داري. ولادي وبنتي أولى. حتى الدار بنتي أولى توا بالحق. خاطر أنا كمشيت للكنين قلت لها نسيت تخلصت بشوية، قالت لي لا لا وطردتني. مريم مش مشي لها بعين صحيحة إلى توا مشي لها بفلوسك. أي بفلوسي مش باش تعمل لي باش تعمل عليا زي توا. طردتك خاطر ما عندكش فلوس؟ خاطر مشيت لها مرتين مرة ثانية هزيت. ماشي قلبهمش رحمة؟ لا بالك الرحمة راهو احنا هنا ما عندناش رحمة. ايه فولي بدل كلام مش تمشي لها هي. لا مش نمشي لها. لا مش نمشي لها هي. لا هي دي. مازال صالحة؟ مازال صغير. قد ايه هذوما صالح؟ عندكم 75,000. هذوما 75,000 وين؟ الله يرحمهم. عندكم؟ عندكم قالت لي هنا. كيف كيف كيف؟ عملنا. الله يسترهم ويبارك لهم دنيا الله يبقى عليكم الست. انا حمل ونزاح على كثير. ربي يبارك لك ويسترك. في بالك يبعثوني الناس فلوس صدقني ليجينا النوم. الله يرحم صالح كل يوم، صالح كل يوم يشدك التليفون كل اللي هو يصور تشك ويبعث لي هلا شنو نجيب هلا شنو نخلي هلا اليوم شنو نهز معايا هلا اليوم شنو نخلي. قاعدين نحاولوا انا وامانة الناس الكل توصل لنا. ومريوم قفلنا كيلك ولا لا؟ القفه باش نهزها خاطر القفه هذيا تزرحي لي فارغه باش نعبيها. باش انت غدوه تعبيها نعبيها وباش نفرح بيها عائله اخرى وصغار اخرين. هاي عندكم قفتكم نصب فلوس قفتكم. هذيا هذه هي نصبوا هنا. هذيا هذه قفتنا لليوم. هذه قفتنا لليوم. صلعي عاد يجري لها الفلوس. هذيا قفتنا لليوم. هذه قفتنا لليوم. هذه العائله نتاع اليوم. هذه العائله نتاع اليوم. بنوته صغيره عمرها 4 سنين. مسكينه حياتها مهدأ. ساكنين في جبل. ساكنين في سفوح الجبال. لا تالي لا والي. جبل مطر تنجم في اي لحظه تفرقع العائله هذه الكل تهز العائله هذه الكل في الماء. معناها العائله هذيا تهدد 60,000 مره ومره حياتها. ساكنين تحت جبل عيشوا لحظه تحت جبل وتفرجوا. وضعيه ما نتمنها لحتى حد. وضعيه ان شاء الله ما يعيش فيها حتى حد. وان شاء الله تونس ديما راسها عاليه بناس الخير وبولادها تقبل غدوه في دار جديده مع مريم بن عمو مع ناس اخرين. تحيه للكيب الكل. كريم رياحي كريم الذويدي تايلور راهو هنا. عادل بوسطة داول الكاميرا سوا روحك داول لحظه روحك عادل صالح يا عادل
ميرسي عبدول. دونك هذه هي قفتنا، نتقابلوا غدوه في قفه جديده. شهي طيبه وبعد شهي طيبه. صح شريبتكم. باي باي.